في موضوع آخر، انطلقت البارحة في العاصمة وتتواصل على مدى يومين أشغال الملتقى الإقليمي حول الوقاية ومناهضة العنف المسلط على النساء اللي تنظم وزارة المرأة والأسرة والطفولة بالشراكة مع مجلس أوروبا وبالتعاون مع وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وذلك بحضور رئيس مكتب مجلس أوروبا في تونس وممثلي الهيئات الأممية والبعثات الدبلوماسية في تونس وعدد من نواب الشعب ومن ممثلي منظمات المجتمع المدني. حطينا استراتيجية تهم الأسرة، هي إعداد الشباب للحياة الزوجية، ثم استراتيجية تهم الأسرة في التربية الوالدية لإرساء الحوار والتضامن والتحابب داخل الأسرة لتطوير العقليات، ثم الاستراتيجية فيها جانب آخر عملي، هو حطينا الخط الأخضر، والخط الأخضر هذا قاعد يتطور وإن شاء الله نراوه في الأيام المقبلة باش يولي يشتغل 24 ساعة على 24 ساعة و7 أيام على 7 أيام. الآن هذا الرقم اللي هو معناها بروفيزوار هو 80 10 10 30، ولكن الرقم هذا راهو ان شاء الله في الايام الجايه باش يتطور وباش ياخذ ابعاد اخرى كبيره برشا. هناك عمل كبير لابد يتم على العقليات لتجاوز الميراث الموجود عندنا وعند غيرنا نتاع المجتمع الذكوري اللي يشرع للتجاوزات نحو المراه وما يعاقبش مرتكبيها ويعتبر المراه مواطن اليوم من درجه معناها ثانيه. بالنسبه للارقام نقول لك في مجال العام، في الفضاء العام الأرقام تتراوح ما بين 70% و99%، وهذا من دراسات مدققة مش من الخيال. بالنسبة للمنزل وداخل العائلة والأسرة الأرقام تتراوح ما بين 30% و50% بالنسبة للمنطقة العربية، وهذا يرجع للثقافة. هذا وأكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي أنه فما استراتيجية جديدة للنهوض بمجال تنمية الطفولة المبكرة في تونس. الاستراتيجية الوطنية هذه هي استراتيجية تهم الطفولة المبكرة، أي من معناها من اللي يكون الطفل في بطن أمه حتى السنوات اللي قبل الدراسة. الهدف من الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاع هي حماية الطفولة من عديد المخاطر والأمراض، تقديم أجود الخدمات التربوية والثقافية والاجتماعية والنفسية وجوانب الصحة بمختلف مراحلها. الاستراتيجية هذه باش انطلقت هي سنة معناها الأيامات هذوما، في الأيام المقبلة إن شاء الله باش نحطوا الخطة التنفيذية، لأنه تعمل استراتيجية ما تعملش الخطة التنفيذية مع عديد القطاعات. إن شاء الله باش نراو العمل هذايا في الأيام المقبلة. الخطة هذه تتراوح حتى 2025، والخطة هذه إن شاء الله معناها باش تعطي ظروف أفضل للطفولة، وتعرف اللي 2017 هي السنة الوطنية للطفولة.